للتعليق على هذا الموضوع ومحاور أخرى معنا من كييف مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية والباحث في العلاقات الدولية الرئيس، أهلا بك سيدي. بداية مساء الخير. إذن نتحدث عن تصعيد عسكري خطير، يعني إلى مدى أو إلى أي حد ستصمد القوات الأوكرانية أمام الآلة العسكرية الروسية؟ مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. طبعا في الوقت الذي يعني عمليا تفشل القوات الروسية في تحقيق أي مكاسب لها على الأرض على جميع الجبهات، تتجه نحو تصعيد استهدافها الإرهابي للمدنيين في المدن الآمنة في أوكرانيا، ناهيك عن استهدافها للبنية التحتية للطاقة من أجل إركاع الشعب الأوكراني، حيث شهدنا بالأمس قصف صاروخيا عنيفا على مدينة خرسون، مما أدى إلى سقوط أكثر من 10 ضحايا قتلى ونحو 60 جريحا، بعضهم في حالة خطرة، مما يشير إلى إمكانية ارتفاع عدد القتلى جراء هذا الاستهداف الإرهابي للمدنيين، حيث لم يكن هناك أي تواجد عسكري للمدينة التي حررتها القوات الأوكرانية منذ فترة. هذا من ناحية، ولكن من ناحية أخرى أيضا فشلت القوات الروسية في تحقيق تقدم على جبهة مدينة باخموت في إقليم دونيتسك، حيث تم طردها من محيط المدينة من قبل القوات الأوكرانية، وقامت القوات الأوكرانية بالتقدم وبناء تحصينات جديدة ودفاعات جديدة حول المدينة. وفي ذات الوقت تقدمت نحو محور سواتوف وكريمينايا في إقليم لوغانسك، وبهذا نجد أن القوات الأوكرانية تحقق على الأرض نجاحات جيدة نظرا إلى صعوبة الطقس والأرض الطينية التي تصعب عمليا عمليات التقدم على الطرفين. لذلك نشهد على غالبية الجبهة مبارزات مدفعية متواصلة طول الوقت في محاولة من قبل الطرفين لاستهداف طرق الإمداد اللوجستي ومنع الطرفين كل للآخر من تجميع إعادة تجميع القوات. نعم، الرئيس الروسي دافع عن عملياته العسكرية في أوكرانيا وقال إن بلاده مستعدة للتفاوض مع كل أطراف الصراع الأوكراني للوصول إلى حلول مقبولة. في المقابل زيلينسكي يحث شعبه على الصمود أمام الآلة العسكرية الروسية. هل هناك أمل للتفاوض؟ هل هناك الأمل لوقف إطلاق النار من أجل المساعدات الإنسانية وإطلاق نار دائم والدخول في محادثات سلام، أم أن هذا الأمر يبقى بعيد المنال لحد الساعة؟ في الحقيقة أنه لم تنضج بعد حتى الآن الظروف الموضوعية من أجل الجلوس على طاولة المفاوضات، حيث يعتقد الطرفان أنهما يستطيعان فرض شروطهما على أرض المعركة العسكرية. وكما ذكرت سابقا فإن الجيش الروسي خلال الفترة الماضية خلال الخمس أشهر الماضية عمليا لم يستطع التقدم قيد أنملة في على جميع الجبهات، لذلك هو يحتاج حاليا إلى فترة من الهدوء العمليات من أجل إعادة ترتيب أوراقه وتجميع قواته وأيضا تعويض خساريه البشرية والعسكرية الكبيرة. لذلك نعم، وأوكرانيا أيضا تشترط يعني خروج روسيا من المناطق التي تسميها بالمحتلة، وهذا يصعب عملية السلام. طبعا في ظل التقدم الأوكراني على جميع الجبهات وأيضا وتعرضها بشكل مستمر للقصف العشواء المكثف للبنية التحتية، هذا زاد من إصرار وتصميم الشعب الأوكراني على التقدم وعلى الصمود من أجل تحرير جميع أراضيه مقابل هذه التضحيات التي يقدمها. لذلك لا يوجد حتى الآن أي رغبة أو أي إمكانية
عالميا لدى القيادة السياسية والشعب الأوكراني للجلوس على طاولة المفاوضات من أجل إيقاف مؤقت للعمليات، وليس لأن روسيا هذا ما تريده، تريد إعادة الاستعداد من أجل استكمال عدوانها على أوكرانيا أو إعادة محاولة احتلال كييف والتقدم وتدمير الدولة الأوكرانية، وهذا ما لم يخفيه تخفيه القيادة الروسية بما فيها الرئيس بوتين. لذلك السيد الأوكرانية تفهم هذا الموضوع. رسالتك واضحة سيد سعيد سلام، مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية والبحث في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لكم على كل هذه المعطيات.